احنا مشاكلنا تبدي من الأندية، وبالتالي التخبطات مستمرة. وشوف أعداد المدربين اللي يتوالون بالأندية، يعني ضربنا أرقام قياسية احنا في المواسم الأخيرة. هاي كلها بالتالي تنعكس على المنتخب الوطني طبيعي. لذلك المشكلة الكل مشترك بيها، يعني كفنيين كإداريين حتى الإعلام أيضا مشارك في ما يعني فيما وصلنا إليه. لهذا أنا أعتقد ما زلنا إحنا دلنا نعمل بنظام الفزعة. شوف هسه إحنا كنا مستنفرين على مباراة الإمارات وناسين نوعا ما مباراة سوريا والمرحلة ما بعدها. يعني إحنا أيضا لازم نحضر نفسنا، إن شاء الله نتجاوز فريقين نحصل البطاقة الثالثة، بالتالي يجب أن تكون عندنا خطة لما بعد هاي المباراتين، شلون نعد فريقنا للمباراتين القادمة فيما بعد. أنا أعتقد إحنا ما زلنا كابتن جمال آسف للمقاطعة الفتح. بس هذه النقطة جدا مهمة. لو أكو لجان فاعلة بالاتحاد تعمل على هذه المباراة مو بنظام الفزعة، واللجان الأخرى تعمل لخطط طويلة الأمد للمباراة ما بعد التصفيات، عندنا بطولة آسيا